السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسماء الزمان والمكان 32 34. أول شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة، ما غادي تخسر والو، ضغطة بسيطة باش تساعدونا أننا نستمر في هذا المحتوى اللي أصلا المداخيل ديالو قليلة قليلة بزاف. إذا تطبيقات، لقد كان إذا هناخده هنا لو اسم الزمان والمكان اكتشفتو يعني في المستوى الابتدائي، خصنا غير نعرفو كيفاش كنسيغوه. اذا ندوزو حنا مباشرة للتطبيقات لانه راه ساهل هذا اسم الزمان والمكان. اذا النص، لقد كان من خير ما تعلمه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم من ربه هتاف يدعو به إلى الله تعالى. هنا هذيك هتاف اسم كان، اسم كان مؤخر، نقول لقد كان هتاف من خير ما تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الأمين يدعو به الله تعالى أن يجعل باعثه ومقصده الصدق في كل شأن من شؤونه، وأن يختم به كل عمل من أعماله. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله بأن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، وبشر عباده أن لهم مقعد صدق، فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن الآية، وليس هناك كالصدق فضيلة. الآية تقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وليس هناك كالصدق فضيلة جامعة يتألف في ظلالها البر والحياة والمجتمع وكل ما يتصل بنهضة الأمة وتكوينها ومقوماتها وإبداعها. نعم. ما الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله تعالى باعثه ومقصده الصدق في كل شأن، وأن يختم به كل أعماله. العلاقة بين الصدق والحياة، ينجح الإنسان الصادق بنيل رضا الله الذي سيجعله يفوز بجنة الخلد والنعيم. يستطيع الإنسان دول الجواب، يستطيع الإنسان الصادق أن يتغلب على كل الصعوبات التي يواجهه في الحياة، وأن ينال رزقه من تعب دون الحاجة إلى طلب العون من أحد. بطبيعة الحال تكون الحياة طيبة لأن صاحبها صادق. ومن يعمل من الطيب ومن يعمل من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بالنسبة للشكل، لقد كان من خير ما تعلمه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم من ربه هتاف يدعو به إلى الله تعالى أن يجعل باعثه ومقصده، هذيك مقصده اسم مكان، الصدق في كل شأن من شؤونه، ويختم به كل عمل من أعماله. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله بأن يجعل مدخله ومخرجه الصدق. نعم.
استخرج كل اسم زمان ومكان في النص وحدد وزنه. اسم الزمان أو المكان وزنه فعله. إذا نبدأ مدخل، إذا مدخله مفعل داخل من فعل دخل يدخل. عينه مضمومة في المضارع يدخل، جاء لوزن مفعل. كذلك مخرج يخرج من فعل خرج يخرج مضموم العين في المضارع. مقعد يقعد، هادو كلهم تقريبا هما قاعدة. ثم عندنا مقصد، لأن في المضارع مقصد يقصد، قصد يقصد مفعل مقصد. ثم عندنا المجتمع، هذا فعل غير ثلاثي، غير ثلاثي كيجي على وزن اسم المفعول. وقلت على اسم المفعول كان نبدل ياء المضارع من مضمومة وننصب ما قبل الآخر. اجتمع يجتمع مجتمع، صافي. إذا هذا الشيء اللي كاين دابا، وغادي نشوفو باش نشوفو التمرين رقم 5. إذا ميز بين مشتقات مضرب اسم فاعل من فعل أضرب يضرب مضرب، إضراب من مصدر ديال فعل ضرب، ضراب صيغة مبالغة فعال على وزن فعال، مضرب اسم مكان من فعل ضرب يضرب بحال مقصد، بحال اللي شفنا مكسور العين في المضارع مضرب يضرب يضرب. إذن لا تنسوا الاشتراك والصلاة، وصلوا على رسول الله، صلوا على رسول